منى المجبري، أستاذ فرنسية مديرة مدرسة الإعدادية سيدي علي بن سالم، عضوة في لجنة تنظيم للملتقى الجهوي للمسرح التلمذي اللي في أول مرة يخرج من ولاية من وسط المدينة ويجي نستضيفوه لهنا في معتمدية الشبيكة. بادرة طيبة الحق الحقيقة من المندوبية، حاجة نشكرها برشا وإن شاء الله تعدى في أحسن الظروف. الله، هو ديما في الحقيقة هو المهرجان المسرح ديما يفاجئونا تلامذة بإبداعات ومواهب كبيرة برشا، وننتظروا أنه عروض متميزة سنة إن شاء الله في مواضيع مختلفة. عنا برشا عروض سواء من الإعداديات ولا من المعاهد، وعنا زاد كيف كيف عرض الإعدادية الشبيكة وعرض الافتتاحي لإعدادية سيدي علي بن سالم. الأكيد الأكيد أن نكتشفوا مواهب إن شاء الله جديدة في المسرح وسويس بإذن الله، مش تكون مفاجأة خاصة التلامذة اللي احنا تلامذة نشوفوا فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تلميذ تهجم على أستاذه، تلميذ ضرب، تلميذ ضرب صاحبه، تلميذ لا. اليوم اللي مش تشوفوه مش تشوفوا فنانين، مش تشوفوا مبدعين، مش تشوفوا تلامذة بالحق متمكنين اللي هما يوصلوا رسالة بكل تجرد بكل حرية، وتلامذة في المستوى بالحق تلامذة يفرحوا ويخلونا احنا كمديرين وكأساتذتهم قبل ما نكون مديرة وانا أستاذة اولا معناها نثمن عملهم هذاك ونشجعهم اكثر، على خاطر بالحق تلامذتنا كل مره يفاجئوني بحاجه. اليوم دار ثقافه تحتضن المهرجان الجهوي المسرح بالوسط المدرسي، تظاهره هامه تعنى بالطفل، ايضا مهم جدا انه تشريك الطفل في صناعه الفعل الثقافي. والمهرجان هذا الحقيقه اول مره يطلع للمعتمديه الشبيكه، وهذه اضافه هامه لهذه المعتمديه. اليوم الحقيقة مش تستضيف 19 مؤسسة تربوية، الحقيقة قمنا بمجهود أو الأعوان الحقيقة متاع دار ثقافة قاموا بمجهود مشكور جد يعني محترم. المهرجان هذايا مش يمتد على كامل يوم الأحد 5 ماي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء ب 15 عرض مسرحي يتم في آخره تتويج الأعمال التي تحصلت على المراتب الثلاث الأولى. تدقيق دار ثقافة الشبيكة في الملتقى الجهوي للمسرح المدرسي بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، كنا عشنا منذ قليل الافتتاح من خلال بعض المدارس الابتدائية وبعض الجمعيات مشكورة، وانطلقنا في اللحظة هذه في العروض اللي مش يكون عددها 15 عرض على مستوى الجمهورية. إن شاء الله بطبيعة الحال شرعنا في التنقل بهذه المهرجانات داخل المعتمديات، لأنه لابد أنه كامل المعتمديات ولاية القروان تعيش على امتداد السنة الدراسية المهرجانات بمختلف اختصاصاتها. إن شاء الله بتبيع مثل هذه التظاهرات تزيد نمو الحياة المدرسية وتطور الحياة المدرسية حتى نقضي على جميع المظاهر الشاذة لكن اللي ولات مغلقة شوية واللي هي فيها شوية تعامل خاطئ بين مختلف الأسر التربوية. الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الإعدادية والمعاهد، الدورة هذه هي دورة ذات طابع خاص باعتبار أنها لأول مرة المسرح هذا الملتقى المدرسي يترجل إلى مدينة الحياة ومدينة الشبيكة. اليوم عندنا قرابة 14 مؤسسة تربوية هي اللي في الملتقى ذي باش تقدم العروض نتاعها، وفي الأخير باش يتم ترشيح مؤسسة تربوية باش يعني تمثل جهة القيروان في الملتقى الوطني اللي باش يكون في ولاية الكاف باش ننظم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف أيام 10، 11، و12 ماي. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.